عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن قناة بن عبد القادر عبد القادر بمدينة مستغادم، لتنقل لكم الحدث عند محل الميسوم. السلام عليكم ومرحبا بكم، وراكم تشوفوا رانا بالعين ديال كنقولوا دار احكام، ورانا في تما، رانا في مرض، هذا المرض راه تما توشى كاع العالم، ورانا راكم تشوفوا تما رانا نسعفوا في العوامل اللي توصلنا، رانا بالعين، راكم عارفين على كل حال الميسوم حنا شفنا في القنوات يعني التواصل الاجتماعي، راك غزيت القنوات، راك غزيت خويا كاع العباد هذا الميسوم ميسوم، اسكو انت تنقص يعني الاسعار ام ما هو السر في ذلك؟ تفضل. السر في ذلك، السر في ذلك زعما الناس راه عندها رواج بزاف كبير عندنا في المحلات، وراه زعما لقينا اقبال كبير الحمد لله ربي، هذا من فضل ربي. والعفسه الثاني الاولى رانا قالين بحاجه قليله، قالين تما باش اللي كاين، وحنا ثاني ولاد مصراميم ولاد الجزائر ونخمو في بلادنا قبل كل شيء، نخموش في جيبنا، نخدموا بحاجه قليله وقانعين بالقليل، والناس الحمد لله الناس راهي دير لي كيفالون، والناس راهي تخمم ثاني، راهي كيما ماشي كيما راهي دوك الناس راهي تشوف كي راهم يسيبوا السوام ثاني ملاح، الناس تعنا وتقصدنا وثاني ما نخيبوهمش ان شاء الله بركه. وراكم عارفين حنا ما سويناش ثاني باش نبيعو لكم، هذا بزاف ثاني رسلوا لي في لاباج وقال لك على محل اللي شي رمضان، حنا ما سويناش باش نبيعو لكم، ما سويناش باش نخدموا روحنا، وهذاك الشهر زعما حنا نقولوا مغفره وتاع خدمه وزعما كاع طامعين فيه، راكم عارفين جا هذا المرض فيه ولا جا هذا المرض ما خدمناش، الله غالب، بصح ثاني نخلفوها لكم حاجه كبيره بزاف. بعد يعني تساؤلات من المواطنين سالوا قناه بن عبد القادر كيفاش الصعوبات اللي لقيتها الميسوم في شهر رمضان الكريم؟ صعوبات تما من ولايه مستغانم، لا غالب اول ولايه مستغانم، ثاني خدمتهم قال لك ما تحلش، ثاني جات تما لا غالب قال لك ما تحلش، ولا تما ولا سموا هضره بزاف، هيا ما حليناش لا غالب، رانا نقولوا ان شاء الله بربي هذا اللي طريت الجوا ان شاء الله بربي تحل كل شيء ويسلك بربي ان شاء الله يسلك ربي، ورانا هنا ان شاء الله. على ذكر الامن لولايه مستغانم، الامن يعني عنده يعني قوانين صارمه من اعلى السلطه وفي العالم السلطه، يعني هم قاموا باجراءات عاديه، هذو قوانين من اعلى السلطه، يعني على كل حال احنا حسينا بالمواطن وحسينا يعني بالتجار، التجار على كل حال كان يعني وانا قلتها في الروبورتاج الاول، كاين اللي شاري صوالح كريدي، كاين اللي كاري حانو، كاين على كل حال احنا نطلب من الله تعالى عز وجل ان يرفع علينا هذا الوباء والبلاء، وهو معنا يعني عامل مع الميسوم يعطينا بعض الانتباعات الزبائن. مرحبا بكم والسلام عليكم. تما والله توجو رانا متلاقين شويه صعوبات شويه، باسكو الامن راه معليش راه يتاخذ الاجراءات تاعو، احنا ثاني راه عندنا شويه صعوبات وعندنا شويه ساعه، زعما ماذا بينا ان شاء الله هذا الوباء ان شاء الله يترفع علينا والامور كما العاده كما العاده ثاني. ومرحبا بكم، حنا توجو عندنا زعما ترينا قص ومساعدين كاع ميسوم. يعطيك سؤال وجيه، هل هذا يعني المحلات الاخرى ما تلاقيش معهم اشكال؟ الحمد لله ما تلاقيناش مع اشكال، حنا قبل لافاج الناس تعرفنا، قبل لافاج كاع وقبل هذه الصوالح الناس كانت تعرفني، انا كنت نخدم ثاني في المعرض، في المعرض كان زعما معرض بزاف في حوانت، وانا كنت عندي زوج حوانت تما، وكنت الحمد لله بتاني داير هذا السوام زعما نورمال، انا ماشي داير السوام زعما حنا نقولوا اللي بيع باطل، ماشي داير انت السوام زعما اللي حنا نقولوا ندعو تاع رانا تما، رانا نخمو في فما ونخمو في اختي تما، نخمو في المشتري كيما نخمم في ما وكيما نخمم في اختي، وماذا بيا كاع الناس تلبس. وعلى بالي هذه انا والله لا حاجه اللي زعما غلطتني بزاف لي كومونتير، قال لك في رمضان ما حليتوش علينا، ما حليتوش علينا، الله غالب والله العظيم ما سويناش باش نبيعوكم، ما سويناش ثاني باش نخدموا معاكم، راكم تشوفوا هذا الامر ثاني تاع امن مستغانم قال لك ما تخدمش، وكاع تسمى كاع الجزائر ما خدمتش في رمضان ما خدمناش، ان شاء الله بربي مور طريز شوان ان شاء الله تحلوا، رانا هنا ثاني نفرحوكم والله يحفظكم. الاخ الميسوم، هل فيه بعض المواطنين اللي وصلتوا الامتعه حتى المنازل؟ وخدمنا لا ليفريزون ثاني، تلاقينا فيها صعوبات شويه في لا ليفريزون تما، شويه سمعنا الهضره في لا ليفريزون ولا ثاني تعبت لها بزاف، صح الحمد لله في هذوك الناس في الجوج ثاني الصغار اللي بغوا يعيدوا كاع بليزير، والله بليزير والله يحفظكم ومرحبا بكم.
سيدتي أواني سيدتي تشاهدون هذا المقطع وأنا أمام محل الميسوم، نطلبوا من الله عز وجل أن يرفع علينا هذا البلاء والوباء وعلى كافة مواطني ولاية مستغانم وكافة الشعب الجزائري. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء. أي الله يحفظكم ومرحبا بكم. صحيح. أكتب بعد.